يتحضر العداؤون من فئتي الرجال والشباب للمنافسة في ماراثون 800 متر، والذي تنظمه اللجنة الأولمبية الوطنية السورية في غاز عنتاب التركية للمرة الأولى، بهدف تنشيط هذه الرياضة وتحفيز لاعبيها. استدعينا أطفال أعمارهم من 12 سنة إلى 14 سنة، واستدعينا فئة من الشباب وفئة من الرجال، تكون العدد ما يقارب 30 لاعب، وقمنا بإجراء نشاط ماراثون داخلي داخل ملعب، يعني تشجيع للرياضة، ونحاول نجمع السوريين يعني اللي نسيانين الرياضة أو ما بيتابعوا رياضة، عم نحاول نجمعهم نجيب إيش في رياضيين هربانين من نظام المجرم، إني هو نحن كمان عنا رياضتنا ونقدر نحارب النظام برياضتنا نحن نحاربه. توزعت الجوائز بين أصغر المشاركين وجائزة لأفضل لاعب من ذوي الإعاقة وللأوائل من كل فئة. يعتقد المشاركون أنها فرصة للتعرف إلى الرياضة والالتقاء بالرفاق في نشاط تنافسي لا يتكرر كثيراً. وأنا مسرور كتير بالمسابقة هاي، إنه لحنا كمان يعني كسوريين متغربين عن وطننا، كل واحد له أشغاله، هيك نشاطات ورياضة بتجمعنا لحنا الأحبة يعني والرياضيين. وبتشكر اللجنة الأولمبية الموجودة في غازي عنتاب على هالنشاطات، وبتمنى تستمر أكثر، وإن شاء الله رح نكون أفضل من هيك ورح نقدم الأفضل إن شاء الله. لم تغيب المشاركة التركية عن السباق، وحاز مراد ميدالياته أيضا عن المرتبة الخامسة التي نالها. أنا دائما ألعب مع أصدقائي السوريين وأحبهم كأنهم عائلتي، وممنون جدا اليوم لمشاركتي في هذه المسابقة وحصولي على ميدالية. يعتقد القائمون على هذه الفعالية أنها خطوة أولى وستلحقها خطوات تعزز الرياضة السورية هنا بشكل أكبر. جمعت رياضة الجري بين المتنافسين على هذه الحلبة، ربح بعضهم وخسر آخرون، لكنهم ربحوا جميعا ما تهدف إليه هذه الفعالية، وهو جمع السوريين هنا وتحفيزهم على ممارسة الرياضة. وائل عادل، تلفزيون سوريا، مدينة غازي عنتاب، جنوب تركيا.